اعمل ايه يا عسكري؟ يا باشا سعاده الباشا محمود قال لي محمود قال لي سيادتك يا فندم يا باشا معلش تعالى يا باشا سعاده الباشا يا سعاده الباشا سعاده الباشا معلش سيادتك يا فندم يعني سيادتك يا باشا ايه ممسكين في ايه دول؟ سعاده الباشا انا مع سيادتك ما اعرفش يعني بيتك 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 متطرفين يعني يا باشا متطرفين لا بيتك بيتك جاوبني لا سعاده الباشا انا ما اعرفش تهمتهم ايه؟ رشوة ولا دعارة ولا سمح الله حاجة بطالة ثلاث قضايا يا سعادة الباشا خرب بيتك يا علوان واسمك علوان ومحمل فراخ في بوكس الحكومة نهار امك مش فايق يا سعادة الباشا انا ماليش صالح انا جايبهم من مزرعة الباشا وموديهم للباشا سعادة الباشا كله باشا يا باشا طيب هنشوف بيتك 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 اطمن سيادتك احنا سيطرنا على الموقف خلاص والميدان مشي حاضر يا فندم انا هشرف على كل حاجه بنفسي الليمون جه للباشا ايوه يا باشا تمام يا فندم ده ابدا يا فندم اصل الحكايه يعني كان بوكس فيه شويه حاجات كده حاضر يا فندم حاضر حاضر يا فندم حاضر التقرير هيكون على مكتب سعادتك بعد ساعه بالكتير قائد المنطقة المركزية للسيد اللواء عبد الشافي قوات الأمن المركزي في طريقها لموقع الشغب اسم العملية فراخ واحد من اللواء عبد الشافي إلى قائد العملية القوات تعود إلى أماكنها سيطرنا على الموقف تعطل موقف رئيس الوزراء عشان تحلق على الفراخ يا أفندي هو ده الضابط شافي لو مش عارف تربي الضباط اللي عندك قول لي وانا اجي اربيهم لك انت عارف الحاجه دي بتاعت مين حاجه الدكتور علي زندو كل شيء هيتصلح يا فندم والدكتور مشرف هنا بنفسه الفراخ فين يا افندي راحت لحالها سيادتك الحق عليا انا استاهل اكتر من كده الفراخ دي لازم ترجع والنهارده دي امهات امهات مين يا فندم انا اسمي يجي في محاضر والمعارضه تسميني الدكتور فرخه ويرسموني وانا راقد على البيض انا ما هو حضره الضابط كان قايد المحضر سعادتك يا سلام خلاص المحضر اتقيد في هولندا احنا بقى ما كنتش اعرف سعادتك بقى من تغفيلك بقى حته واد ضابط زي ده داير بالسوسته بنطلون مفتوحه يضحك علينا ما انا عنفته عنفته صلاه النبي احسن اسمع يا عبد الشافي الحركة خلاص اتمضت عشان تتعلم بعد كده تاخد بالك من شغلك وتبقى صاحي صلاة النبي احسن في مسؤول يقول صلاة النبي احسن على العافية يا باشا ما خلاص ما بقتش باشا بقيت حصبانة ايه غيروا اسم سيادتك في الحركة بتهزر حضرتك نقلوني موسيقات الشرطة وده كله من تحت راسك امال انا يا باشا نقلوني ايه وحدة تنفيذ الاحكام رحت الجراج عشان تبرطع وتتمطع على كيفك هناك مفيش قدامنا غير ان احنا نجري اجري اجري يا اخويا ايه يلا يا باشا عشان نمتص الخبر بالجري ايوه يلا.
القضايا دي كلها لسه ما تنفذتش. اصل يعني مغزى الباشا قبل سعادتك. الباشا كان بياكل بغاشة. ده في قضايا سقطت. ايه ده بقى اللي حاطينه في ارض بلد؟ ايه البلوه دي؟ الله الله ده بطرخ. رياض زكي رفعت الاسناوي. تمام يا فندم. ما هو ده محكوم عليه بالاعدام. اعدام؟ وركنينه في قعر الدولاب ليه؟ ده انا افتكرته قضيه نفقه يا عبد الراضي. وده يطلع مين ده؟ عدم مؤاخذه ده القتيل يا باشا. تقترح نمسك مين يا عبد الراضي؟ عدم مؤاخذه باشا. ده يا باشا. واحد حمص حلاوه. حاضر. شطة. يا عبد الراضي عبد الراضي. ايوه يا الراجل ده دورته عليه فين؟ بيت. والله والله الباشا راح له كتير وما حصلش نصيب. ما حصلش نصيب مع الباشا بس ان شاء الله هيحصل نصيب. ده اعدام. عارف يعني ايه اعدام؟ روح. وده حوده دواء الكحه ده لقيته عندي في البيت. تلات معالق كل يوم هتبقى زي الفل. ربنا يخليك يا عم خير. بس تتدفى كويس. هو انت مش بتنام جوه؟ جوه فين؟ جوز امي بينيمني انا وبسين اختي على السلم. حاجه زي دلوقتي تعبانة والله يا حودة. ما تديها مستوصف. الله كريم يا حودة. من الصبح بدري تحاول على العلاف تجيب من عنده الحمص. ها يلا تصبح على خير. طب يلا يا حودة ما تنساش دواء حودة. يا مي ايه في ايه؟ ايه انت في شارع ولا في حاره ولا في ملعب؟ ايه يا جدع انت ده؟ ايه اللي بتعمله ده؟ دي العلامه اللي بيني وبين بنتي. مساء الخير يا وبعدين ده معاك تيجي فيه؟ لسه مخلص شغل احنا بنشهر. وبعدين ده الاتفاق. ده الاتفاق؟ ميوي حسيني قوي حبيبي. وانت وحشتيني موت. الله وحشاني قوي. انت شرفت مين؟ طليتي؟ لم لسانك يا حسام. مش هرد عليك احتراما يا عمي. شكرا. اه رزالتك دي بقى هي اللي نقلتك. انت هتعملي فيها هند رسم؟
ما تنزلي تكلميني زي الناس ولا اطلع اجيبك من شعرك. شش يا حسام. شوف عملت ازاي. انا لازم اطلع كده مش عارف. حسام روق. امال ده احنا ما صدقنا انكم اتطلقتوا واستريحنا من قرفك. قرف ايه ده؟ كلام يطلع من نائب محترم بينام تحت قبه البرلمان. ايه بقول لك ايه؟ حافظ على كلامك حسام. اذا كنت انت ظابط انا عندي حسانه. حسانه؟ طب سيب نقعد مع بنتي شويه. موافقه؟ موافقه. هتقول غير ما تزعليش مني. انا امك اللي بتعصبني عشان يعني. انت كمان طمنيني عامله ايه في الدراسه؟ الحمد لله بذاكر. قول لي بقى جبت لي ايه معاك؟ لا اجيبك حاجات كتير. مين ده؟ صاحبك ده يا بابا؟ لا ده واحد محكوم عليه بالاعدام وهربان. ما يبانش عليه، ده شكله طيب خالص. الله اعلم. خدي. استني بقى اجيب لك مفاجاه. مفاجاه عظيمه. شمي. ايه دي؟ رنجة. رنجة رنجة هو هو رنجة 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 رنجة. ايه ايه يا مزهرة؟ ايه حكاية الرنجة دي؟ وبعدين هتأكل البيت رنجة في ساعة زي دي؟ الله يرحم المشي ابو طحين على الريق. بقول لك ايه؟ نعم. لو سمحت عايز خدمة يعني. تدشلي فحل البصل ده بايدك الكريمه. بالنسبه لنا هنا مريض وبس. يا دكتوره اسامه اللي قلت عليه اتنفذ. حاضر. البيبي صلاح حضرتك. افندم العقيد حسام القاضي من وحده تنفيذ الاحكام. خير؟ لا خير خير ان شاء الله. اسامه اشوفك قبل ما امشي. اوكي اتفضل. الدكتور رياض. نعم. الدكتور رياض زكريا يفعل. ما افتكرش ان ده المكان المناسب اللي ممكن تدور فيه على مجرم هربان الحكم اعدام. ايوه بس سيادتك عارفه ان انت وهو كنتوا. حسام بي انا كنت خطيبته وبمجرد ما اكتشفت البلاوي اللي كان عاملها اعتبرته انتهى مات. ما هو المشكله انه ما ماتش واحنا عايزينه عشان نموته. حسام بي انا عندي شغل وشغل كتير قوي. ما هو ده شغلي برضه. ايوه وصليني بيه. لا 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 انا زعلانه قوي. بقالك 3 ايام في القاهره وما نشوفكش. خليك معايا حسام بيه. مع السلامه. ما تعطلش نفسك اكتر من كده. لا طبعا زعلانه بس هشوفك النهارده بالليل في الحفله عند الدكتور ممدوح. اوكي عند الدكتور ممدوح. لا 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 صدقني. باي. في ايه؟ سيادتك اسمك الدكتور هاجر ايه؟ هاجر سامي. سامي ايه؟ سعيد. سعيد ايه من غير شر؟ ميخائيل. طب ازاي كنت هتتجوزي المنايل على عينه اللي اسمه رياض؟ ما هو برضه. هو برضه. حقيقة ما كنتش اعرف ان هو برضه.
ايه ده؟ تليفوني. انا صلتي بالموضوع ده انتهت من 5 سنين. يمكن يبقى لك صلة. مع السلامة يا حسام بيه. احتياطي. مع السلامة. مين؟ أنا يا أخوي سكينة. مساء الخير يا سكينة. أهلا سكينة. إزاي الحاجة دلوقتي؟ والله أنت اللي محبكها، وقلت لك حط على عيني السمكة دي حتة قوطة وشوية بقدونس هتقع على طول. عايزة تعملي رجل أم سلطة يا سكينة؟ والنبي أنت أميرة. أميرة وطيبة وست بيت وأعشق الحياة الزوجية ومستعدة لتأسيس المنزل، وقلبي زي البفتة البيضة، بس يبان عليا يعني وحشة. ده انت ست الستات خدنا ايه من الحلوين غير قله الاصل؟ حلوين يعني كان في حلوين؟ قول كده بقى. بقول لك انا مش ناقص الكفايه اللي انا فيه. هتتنجر ويا سكينه ليه يا ولدي؟ كيف اختك؟ اخته؟ بص الكلام حاجه، خليكي في عين السمكه اللي انت فيها. قال اخته ايه؟ انا واصل مشوار صغير، خليكي معاه لحد ما ارجع. من عيني ده انت تقل، خلي بالك من نفسك. يا سلام لو يبقى في نصيب. سكينة. ايوه يا حاجة انا جاية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي البودرة عشان ايه؟ حالة غرغرينة جدا. غرغرينة في ايه؟ صابع رجل الصغير. مش شفا ان شاء الله. طرف سكر. بس الحالات دي يا حضره ما تاخذنيش يعني ملهاش علاج غير البتر. مش لو المريض يستحمل يا دكتور. اتفضل. اه بس يا دكتور مفيش حاجه اقوى من كده. ₹35. السلام عليكم. مع السلامة. ده ايه ده يا دكتور؟ ده ولا فشل الدكاترة. تلاقي دكتور من ايام من بتوع الجامعات. اه طب يلعب يا عم يلعب. بريبارا لا تافولا بالكورتيزية. دي أميرة. النهارده الصبح جالي ضابط من المديرية بيسأل عن رياض. رياض؟ رياض مين؟ دكتور رياض. آه دكتور رياض، وما قلتلوش؟ اطمني. رياض مش في العيش، رياض طار. أنا كنت متجوز بنته بس طلقتها عشان شبهه. نعم. ازيك يا حاج؟ أهلا.
الحاج صديق عزيز وداخل معانا شريك في مشروعات كبيرة، منها تطوير مستشفى الدكتورة هاجر. الله، انتوا هتعملوا قسم للأحذية في المستشفى؟ بري يا جدع انت بقى، ما تحترم نفسك امال. انا بهزر، ساعة الحظ ما تعوضش. وكان متجوز بنتي وطلقتها. خير يا حسام بيه؟ رياض زكي رفعت. رياض زكي رفعت الاسناوي، اسم الله عليك. ياه، ده موضوع قديم قوي وصدر فيه حكم، ما احنا عايزين ننفذه. وجاي تنفذه هنا؟ وجاي من غيط وملطخ رجلك وعمال توسخ في بيت العالم والدكتور وفلاتي وقتل في العالم، جاي تنفذ عليه الحكم هنا في بيت الاكابر؟ والله والله اكون مقدم ضدك استجواب للسيد الوزير. تقدر، انت عندك حسانه. نعم. اللي عمله رياض زكي شيء فظيع يا حسام بيه. اقتحم المصنع بالليل واغتصب مرات الغفير. ايوه، وانا على فكره عايز عيناه طبيب الشركه بمرتب ما يحلمش بيه اي خريج. حب يعمل دبلوم جراحه عليا، ساعدناه. طلب عربيه، اخذ. لكن في النهايه هتقول ايه؟ الادمان، الادمان هو التفسير الوحيد. انا نفسي اتخدعت لما قبلت قضيته في الاول، لكن لما اكتشفته خلعت. سرق مخزن المواد المخدره اللي بنستلمها بالجرام عشان نصنع منها الادويه المهدئه اللي بتساعد الناس الغلابه الحساسه المرهفه انها تقدر تعيش في وسط مجتمع الغابه اللي احنا عايشين فيه ده. انت لسه هتحكي له؟ هي الحاسه مش متصوره فيديو؟ ما ياخد الشريط ويروح يتفرج عليه عند اي واحد صاحبه. انا عارف اتعلمته ايه في كليه البوليس. حسام بيه، تعرف اللواء؟ انا ما اعرفش حد، انا مقتصر. طب انا بس عايز افهمك حاجه، انا اخر اتصال ليا باللافندي اللي اسمه رياض ده ايام ما كنت المحامي بتاعه، كان عن طريق عبد العزيز عاطف قبل ما اعرف المصايب بتاعته. متشك. ما شاء الله يا حاج. يلا فين اوصلك؟ توصلني فين انت؟ نفسي مره افسحك بالبوكس. غور. طيب. سلامه دكتوره. الاقي عبد العزيز عاطف فين؟ شارع السد. في السيد؟ على فكره الكارت بتاعه. انا تحت امرك في اي حاجه حسام بيه. انا كل يوم موجود في مكتبي ابتداء من الساعه 7. تعرف اللي هو عبد الشافي؟ ده بيخدم فين؟ ده بقى اللي ماسك كل مزازيك الشرطه. لا عارفوش. جابك؟ ايه؟ هتزورني بمناسبه ايه؟ ايوه، بس انا مش جاي لك بصفه رسميه. وانا مش شايف اي صفه وديه. عن اذنك. خلاص خلاص. ايه؟ خلاص نتكلم على الباسطة والناس تسمعنا. يا عبد العزيز عاطف. طب ادخل. اوه، الشر بره وبعيد. انت مثقف يا عبد العزيز؟ كلها كتب موجوده في السوق، مفيش بينهم ممنوعات. وقريت كل الكتب دي؟ ايوه. ده وحش على عينيك يا عبد العزيز، وحش على عينيك. قول لي، الاقي الدكتور رياض زكي رفعت فين؟ معرفش. مع انهم قالوا لي انكم اصحاب الروح بالروح. حلو قوي الزيتون ده يا عبد العزيز، جبته منين؟ سيب الزيتون. مين هم اللي قالوا لك؟ اللي قال يا دكتور. انا مش دكتور، انا مشروع دكتور وفشل. امال ايه ده كله؟ ايه ده؟ انت من هواة ضرب الابر يا عبد العزيز؟ لو عايز تعرف اقول لك، انا سبت كلية الطب في سنة تالتة لأسباب ممكن تعرفها من مباحث أمن الدولة، ودلوقتي أنا بشتغل مندوب مبيعات في شركة أدوية قطاع عام. طول النهار أقعد ألف على الدكاترة أوريهم عينات الأدوية وأشرح لهم الفوائد العظيمة بتاع زفت الدواء، وأديهم في عينات مجانية، واللي أقوله أعيده وأزيده وأزيده وأعيده لغاية لما خلاص راجع تعبان ومهدود حيلي وعايز أنام. أكل العيش مر يا عبد العزيز، ورياض الإسناوي حتة من أكل عيشي، وما أحبش حد يتعبني في الحتة دي. قلت إيه؟ ولو أعرف مش عيب برضه أما أقول لك.
انت شيوعي يا عبد العزيز؟ السؤال ده اجباري ولا اختياري؟ طب بلاش ده، انت عارف عقوبه اللي بتسطر على واحد محكوم عليه بالاعدام ايه؟ مش لما تظبطه الاول متلبس بالتستر؟ شرفت ونورت شويتين القطار دول. طيب يا عم ربنا يخليك. بس لو عرفت حاجه مكتبي في مديريه الامن ما يتوهش. انا ما بروحش الحته دي. طب يبقى كلمني في التليفون. ما بكلمش ظباط في التليفون. تعبتني معاك يا عبد العزيز. الزيتون ده حلو بجد، جايبه منين؟ ما تخافش ما تخافش. نسيت، مصطفى عايز يسلم عليك. كلب باع نفسه الممدوح. هشوفك، انا ارتحت لك وقلبي بيقول لي اني هشوفك تاني. شر بره وبعيد. اسمع يا حضره الظابط، انا مش هتنقل من تحت راسك زي اللواء عبد الشافي. يمين احاسب عليه، هشردك الاول. انت رايح مستشفى امراض النفسيه تهب بيه يا فندي. ها ما انا سيادتك الحكم اللي معاك تنفذه، تجيب زفت البرد ده اللي اسمه رياض زكي من اي داهيه. ما هو عشان اجيبه سيادتك لازم الف على لازم تلف على الاوليه والاضرحه والمستشفيات. وبعدين قول لي انت رايح للدكتوره هاجر تنطط لها ليه؟ انت مش عارف دي بتعالج مين؟ بتعالج مين سيادتك؟ زوجات المسؤولين والوزراء. هم مجانين؟ مين دول اللي مجانين؟ زوجات الوزراء والمسؤولين سيادتك لسه قايل. اتفضل يا استاذ على مكتبك، انت هتجنني. بلاش كلام فاضي، ما تشوف شغلك بطل. يا بخيت يا بخيت رد عليا. ما تخافش، عربية البلدية ما بتدخلش هنا. ما تلحق يا بخيت امك يا اخويا، ما تشوف لها حكيم. الولية تخسخت مني مرتين، اديتها ميه بسكر، ادهولي اكتر سكر. ضهرك مش بقيت تسكينة. ليه؟ هو انا سقيتها بيرة؟ عند الباشا يا ابني. تشكر. كم على سوق؟ على كل ده ملف عبد العزيز عاطف؟ ايوه. اصله متقدم يخطب بنت خالتي وهي غلبانه قوي. جميل. وانتوا بقى مباحث امن الدوله عارفين كل حاجه؟ تمام. بعيد عنك سمعنا انه شيوعي. بجد؟ هو كان محبوس؟ كيف حبس من اللي كانوا عايزين يصلحوا الكون. يا ساتر يا رب، اللهم احفظنا. لكن الحمد لله طمن بنت خالتك، التقارير الاخيره عنه كويسه. ايه بقى حرامي؟ لا ما صلحش للدرجة دي. بقى من بتوع حقوق الإنسان، يحضر مؤتمر، يتكلم في ندوة، يشوف شغله بس. ملوش أصحابه. وبعدين احنا مش عايزين نفركش الجواز يا حسام. هي لا، يا قول بس. واحد بلدياته في سوق السلاح بياخد إزازة ويروح له، يطينوها ويرجع وش الفجر. ربنا يتوب عليه من شرب الخمرة. ألف شكر. على فكرة عبد العزيز عاطف جدع وراجل قوي، انا لوحدي قابض عليه فوق العشر مرات، مش كنت الوحيد انه دغري، وده انه دغري لحد ما دخل في الحيطه. منه للحيط بقى. سلام. سلام. ده ظابط سيادتك يا فندم؟ بصراحه مش باين عليه خالص. ربنا يكفيك شره، ده بلوى. واحنا هنراقب عبد العزيز يا فندم؟ حسام القاضي بيدور على حاجه تانيه. ولقاها سيادتك؟ لا السكة. بيتهيألي بخيت ساعة الباشا، بس من غير ده. عيب يا سعادة الباشا، 30 سنة مرشد، اسأل الباشا. هو بخيت يا سعادة الباشا بتاع الحلبسة، بس ده راجل بركة. لا ما احنا هنعمل له مقام. مين قعد وياه؟ أمه يا سعادة الباشا،
بس دي ست كبيرة وصاحبة مرض، أنا ممكن أوصلك لحد عنده في حارة التونسي. حسك عينك ها؟ خايفة يا ماما؟ الرب معاك يا ولدي. غلطت في الشقه. نعم، هو في حد بيغلط السعادي؟ هو الغلط ليه ساعه؟ ما خلاص. لا ده انت شكلك كده حرام. يا انا ظابط يا بنت. ظابط على مين يا اخو؟ ده لا ظابط. ظابط ونص كمان. شايف بخيت فين؟ بخيت بخيت فوق قدامي. قولي له حريقه عشان يفتح. افتح حريقه. قلت له حريقه ولا قلت له هات بوسه يا بنت؟ قولي له حريقه بجد. حاضر انت حاسس كده؟ يا لا حريقه افتح يا بخيت حريقه. طيب العقيد حسام القاضي. يوه وانا اللي فاكراك حرامي. خلاص يا بنت. اختي حسام القاضي من وحده تنفيذ الاحكام، انت محكوم عليك بالاعدام وهربان صح؟ اعدام يا بس يا مين اللي جوه؟ حد عيان. خش مكانك. بس اداني لايق عليه. يا نهار مش فايق ده قطع سبع امه. خش ايه ده ايه ده؟ ممكن اربط الجرح؟ اربطه يا دكتور اربطه. دكتور قطع صبع امه تقول له دكتور منك لله يا بخيت. الدكتور قال ده دكتور ونص وثلاث ارباع. الدكتور بتاع الحلبسه دكتور. اخرسي يا اختي. الدكتور عشان لابس جلابيه يعني يبقى دكتور. اخرسي يلا. هتقص ايه تاني؟ اخرسي. المقص لو سمحت. مش ده؟ بلاستر. ايه اللي انت عملته ده؟ ده بتر من غير نشر. هو في بنشر؟ فصل اربطها. كل الاطراف متوصله ببعضها عن طريق اربطه. كل اللي انا عملته فصلت الاربطه عن الصباع اللي فيه الغرغرينه عشان انقذ الرجل كلها.
انت عارف اني هرجع للهباب ده تاني. ايه ايه سلم يدك يا ولدي، سلم يدك. ايه في ايه تاني؟ مين انت يا ولدي؟ انا كشاف النور يا نينا. محتاجة نقل دم. ما ننقلها المستشفى احسن. ما تستحملش. في عربيات اسعاف مجهزة. معك حقها. انت ابيض. زي ما انت شايف. انت مالكش اهل. طب قوم اكتب اللي انت عايزه. تعبت وعايز ارتاح، ولولاها كنت سلمت نفسي من بدري. صدق ده بخيت طيب وابن حلال، ولو مش مطمن له اجيب لك بطاقه. انا بطاقه يا بنت؟ انا باجر عجل. اوعي. حاضر. الفتح منين ده؟ الاوكر اللي فوق يا فندم. لو بتفكر تهرب ما انصحكش. مساء الخير. عندك دم؟ شوية دم حلوين فصيلة بيه. 65 جنيه. ده متسعر؟ وبعدين انت هتقرفنا. روح هات. روح هات. لا لا فلوس تكفي. روح هات الدم. ايه في ايه تاني؟ الأوردة بتهرب. بردان يا ولدي بردان. على عيني. جرايها بخيط ما تغطيها مش عارف. هتعيش؟ لو فات عليها يومين من غير مضاعفات. يومين؟ اللي انت عاوزه اعمله، بس امي ما تتبهدلش. المحن ده ما بحبوش. بس لو فكرت هجيبك باللي جوه دي يا دكتور رياض. يا خرابي ومغير اسمك كمان، انت ايه يا اختي؟ يلا معلش. بقول لك ايه، قوم اتوضى وصلي الفجر وادعي لها دعوتين يمكن ربنا يكرمها. وضوء ايه؟ انت ما بتفهميش؟ ما ينفعش. ليه بس يا اخويا؟ لا اله الا الله، لانه نصراني. طب وفيها ايه؟ ما بيصلوش؟ انت تخلصي تخلصي خالص. اعوذ بالله. يومين واوعى امك مش وش بهدله. والقطه الكاوتش دي تحط لسانها في بقها، دي اللي هتوديك حبل المشنقه وتنقلنا الاحتياط. اهلا اهلا اهلا. ده حلال لسه عارف عنوانه
وقلت يا جبل لخك. سلام عليكم. يا عبد العزيز خش صاحبك جوه. علبة كليوباترا وحاجة. حاضر. بقت بكام؟ جنيه ونص حضرتك. وعلبة الكبريت لو سمحت. اتفضل. ادي النص اهو. بكام الكبريت؟ 10 سعر حضرتك. كام؟ 10 سعر. علبة الكبريت ب 10 سعر؟ اه دلوقتي وصلت 10 سعر. اتفضل. 15 قرش بره وحشني. الله. لكن ايه اللي فكرك بين الساعات؟ الحقيقه انا جاي عشان اخد رايك في موضوع مهم قوي. ها وميز ده زي الفل. البوسي ايه السلم اللي انت حاطه ده؟ كنت عايز تدبدب على الناس اللي فوق؟ كنت عايز اغير اللمبه. طب هات انا غيرها. لكن كويس انك جيت. خير؟ ده انا كنت عايزك. ايه؟ انت فاكر سامي الشيشيني؟ إيه؟ ابن علي الشيشيني. اه ماله، هات اللمبه بس انا غيرها. سيبك من اللمبه بس دلوقتي. اللي كان تلميذي في الحسينيه الثانويه، انا كنت بديله عربي ودين. ابيها ابوها الله يرحمه كان حبيبي، انما الواد ضعيف شويه في الدين. لا دي الايه دلوقتي بسم الله ما شاء الله بقى تمام التمام. سافر بره ورجع لابس جلابيه بيضاء لحد ركبته وشبشب. عايز ايه بقى؟ وادي وانا اهو عاوز اطلع رخصه قياده. عينيا ليك انت تؤمر. بس ده بعين واحدة يا ابني. الناس أعطاها الراجل جاب عربية يسوقها بعين واحدة وبرخصة أحسن ولا بعين واحدة بقى من غير رخصة؟ هات اللمبة. عايز تلفتنا يا أبو حسام. بقى لي 5 سنين هربان، قول لي عملنا إيه؟ قاعد مستني وهما بيكبروا. سفلة. الظاهر إن ده رأيي أنا وأنت وبس. هاجر بقى عندها مستشفى وأنا عندي عربية حلبسة. ممدوح بقى المدير الاقليمي للغرزه اللي مسميها توكيل ادويه. مصطفى علوي بعنا واشتغل معاه. مصطفى علوي هو اللي سلمك. ما تفرقش. صدقني يا عبد العزيز البراءه صعب. انا مش وقفت وصاد له وابور، انا باينني قعدت فوق الصاروخ. يبقى لازم نوري الضابط شريط الفيديو. بالمناسبه انا لسه محتفظ بالنسخه. ملوش لازمه. يعني ايه؟ هتنفذ؟ انا اديته كلمه يا عبد العزيز. الدكتور المسيح اللي قتل غفير مخزن الادويه من 5 سنين وهرب. عندي انتقاعه. اختك سامي عملها لي من يومين. ايه اجيب لك طبق؟ حد يتعشى مسقعه؟ وسامي دي مراش غير مسقعه. بقول لك الدكتور المسيحي ده يا ابني مسيحي ولا مسلم؟ مش ده مربط الفرس. ايوه بس امه من هالذنب يا ابني. انت مش قاضي، انت ضابط تنفذ احكامه بس. الاقي معاك 50 جنيه؟ معايا وهم اللي معايا. نقسمهم. أنا 30 وأنت 20. لا أنا اللي 30 وأنت 20. أوعى يهرب منك يا حسام.
خد يا سيدي اهو 25. طيب وانت خد اللمبه المحلوبه. كنت عارف ان المخزن متراقب بكاميرات؟ ها؟ الغفير طلبك تكشف على مراته؟ طلبني بس لما وصلت ما لقيتوش، ولقيت مراته داخله عليا وبتصوت. الشريط متوضب. بلاش كلام المثقفين ده يا عبد العزيز، الشريط متوضب والورق كمان متوضب. لا يا اخويا، الدكتور ما يعملش الحاجات دي ابدا. بس الطبيب الشرعي بيأكد انه عملها، والوليه شهدت قصاد المحكمه انه اغتصبها. يا سعاده البيه، الراجل ده بقاله 5 سنين عايش معانا، ما شفناش منه حاجه وحشه ابدا، لا عمره بص لي ولا عبرني، ده لو لقاني متعريه يغطيني. يا سكينه انت وضع تاني، انت اي حد لقيكي متعريه لازم يغطيك. ولا تقعدي بقى اتفرجي. استنى. ايه؟ المسدس. مسدس ايه؟ وانا بدور ورا الكراتين لقيت المسدس ده مركون ورا الكرتونه. ما لقيتش جنبيه موتوسيكل عليه واحد بدقني كمان؟ انا ماليش مصلحه اكتب عليك. ايه اللي في الكيس ده؟ القضيه. ده البرشام. برشام ايه؟ بس كل انا والصليبه والفراوله. دكتور ممدوح كلب ياما شغل مصنع في برشام وحذرته في شركه ادويه. ادويه ايه؟ ضيوفك والسلام. البرشامه بتتكلف شيلن وربع جنيه، بتتباع باتنين جنيه وثلاثه واربعه وعشر. كله ترتب. ما صدقت ان جابر كلمني وقلت هجيب القضيه الكبيره قوي، ودخلت السكه. اه سكه اللي يروح. بتقولوا ايه؟ قال لي اللي يفوت يموت يا حكيم. الشريط بتاعك يا عبد العزيز. شريط ايه؟ اللي سبتهولي تحت باب البيت عند البواب، جبته منين؟ ما تقوليش من نادي فيديو، جبته منين؟ ده 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 واحد في المحكمة عمل لي نسخة. اه. مصطفى علوي كان المحامي بتاعك؟ أيوه. أنت متأكد؟ أيوه. طبعًا أنت مصدق رياض. مفيش حد يروح يقتل وبعد ما يقتل ينسى مفاتيحه ونضارته، ويسيب العربية قدام الباب ويجري. الحكاية متسبكة صح. أنت مصدقه؟ أنا أه، وأنت؟ ما تفرقش، ده حكم ولازم انفذه. المره الجايه الاب جاهز. ما تنساش ترجع التلفزيون والفيديو يا عبد العزيز. شوية فول متلمعين بزيت حلو على ذوقك كده هندسة. من عينيا. مش ده المصنع اللي اتقتل فيه القتيل من 5 سنين؟ احط لك شطة. مش كتير عشان بتتعبني. شوف الزمن.
جابر، جابر الراجل السكري يتقتل. حط لك دقه كل اللي عندك، بس الحته اتغيرت قوي. ايه ما دايم غير وجه الله. لا اله الا الله. انت كنت تعرفه؟ اعرف مين؟ المرحوم جابر. وانت كنت تعرفه؟ يا سلام، الروح بالروح. طب غور بقى من قدام اخويا عشان احنا بلناش في الدنيا. طب سيب بس الفول عيب كده. سيب؟ انت جاي تدور على الحاجات دي هنا؟ سيب بقى. حاجات ايه بس اللي بدور عليها؟ حاجات ايه بس اللي بتدور عليها؟ البرشام اللي بتستعطوه كتكم داهيه في اللي مربينكم. طب بس سيب الله يخرب بيتك. الله يخرب بيتي؟ بعت البنطلون. اروح مديريه الامن ازاي دلوقتي؟ كده تروح مديريه الامن ازاي؟ وكمان عليك مراقبه وجاي تدور على البرشام من هنا؟ طب غور بقى من قدام. انت بتهتني يالا؟ بقول لك غور من هنا. طيب ماشي اهو. صحيح، عالم تخاف ما تختشيش. تمام يا فندم. ده اخر انذار اوجهه ليك يا حسام. الواد الدكتور ده يكون عندي هنا في قلب المديريه خلال 24 ساعه. بدور عليه سياده. انت بتدور في الحتت الغلط. القضيه مركونه بقالها 5 سنين. اشمعنى؟ اشمعنى؟ انت هتحاسبني؟ انت هتجنني؟ اتفضل روح شوف شغلك. انصراف. اسمع يا حسام، اعتني شويه بمظهرك. بقول لك ابويا بيموت. تعالى تعالى يا ابني، يا اكيد ابويا هتطلع. بتتفرجوا على ايه؟ هي فرجه؟ هيعيش ان شاء الله. امال انت بتكتب ايه؟ دواء. دواء من الزغاره بسرعه. حاضر يا مبروك. جيب ده بسرعه. معاك فلوس؟ رياض خير يا والدي؟ مفيش حاجة، طمني، راجع على طول. Thank you.
انا جاهز احسن بيه. طب غير هدومك. انا كده كويس. البس بنطلون وقميص. ما عنديش. هتخرج كده؟ ما انا بقالي 5 سنين بخرج كده. بس المره دي المشوار طويل. خلصني ارجوك، خلصني. اديته لمين؟ طب اللي خد منك البرشام ليه ما سلمهوش للبوليس؟ ها؟ مين ده اللي مستعد تضحي برقبتك علشانه؟ هاجر اديته لهاجر. ها؟ افتح يا ابني. خش. قول لي بصراحة عملت كل ده ليه؟ عشان جيل بحاله، عشان الناس لما تبص في وش عياله ما يلاقوهمش مذهولين، عيال فاتحه عينيها ومش شايفه ولا فاهمه ولا حاسه حاجه، عشان ما نسمعش عن واحد قتل امه من ظهرها وهي بتصلي. انت عارف البرشام ده بيعمل ايه؟ عارف. ده بيحول بني ادم لحيوان. خش خش اقفل. امي ما تتبهدلش احسن بيه كده. الحكومه خدت حقها. انا مظلوم يا احسن بيه. حسام بيه خلي بالك من امي. اسامة انا هلكانة النهارده. انت ازاي؟ انا مش فاهم. الواد شقي قوي بس انت تقيل. دي سفالة. الله يسامحك بس انا مخصمك عشان طلعت خباصة. تروحي تخبصي عليا وتخلي عمه المدير ينكد عليا ويزعقلي. اتفضل قوم. الا والا ايه؟ والا ايه؟ تلفقي لي قضية. انا رافض. رياض اداكي كيس البرشام عشان توديه للبوليس. حلو. بدل ما تدي كيس البرشام للبوليس اديتيه لممدوح وده مش حلو. على فكرة انا اقدر. كلنا نقدر. ما تخوفينيش. قولي لي كيس البرشام كان عليه علامة الشركة ولا ما كانش عليه علامة الشركة؟ لما تقبض عليه يبقى اسأله. لا ما انا سألته. امتى الكلام ده؟ النهاردة. ما وحشكيش؟ ما تيجي تشوفيه. ما يلزمنيش يا حضرة الضابط. انت حرة. بس اللي محيرني يا هاجر بجد اللي محيرني يعني اللي لمي مصطفى علوي على ممدوح. وايه طبعا اللي لموهم عليا؟ اه يا عفريت انت قريت اللي في دماغي. توكيل الادويه اللي مشغله الدكتور ممدوح متخصص في ادويه الامراض النفسيه والعصبيه. بس مش فاهم. والبلابيع؟ عايزة تفهميني ان مستوى لبسك ده والقباهه اللي انت عايشه فيها من الطب وبس؟ كل ده بتعبي. قولي لي كنت بتحب رياض بجد ولا اوام اوام زي كده عليك هنا من شويه؟ انت سافل. مقبوله منك. اوعى تكون مصدق تمثيليه رياض وخيالات عبد العزيز عاطف. طبعا رياض مدمن
والمدمن يا حسام بيه يعمل اي حاجه، ممكن يسرق مخزن ادويه، ممكن يقتل غفير ويغتصب مراته. رياض ما اغتصبش مرات الغفير، شريط الفيديو بيقول كده. يعني انت رايك ان هو بريء؟ القضيه دي فيها حاجه مش صح من الاول. ده اعدام. اللي غلط يدفع ثمن غلطته. يا شيخه حرام عليكي، انا لا من دينك ولا من دينه. الله، هو سيادتك متعصب ولا ايه؟ انا بس عايزك تحس يعني ايه اعدام. تصبح على خير يا حسام بيه. ما قلتلكيش جابر كان بيشتغل في البرشام، انتوا جمله وهو قطاعي، قلت ايه؟ قلت تصبح على خير يا حسام بيه، ونتمنى ان حضرتك ما تشرفناش بزيارتك تاني. ما افتكرش. يا باشا احنا ورقنا متسكف وكل حاجه 100%، انا كده هو في شغلي، والواد هتقبض عليه ومحاكمته هتتعاد حضوري، وبرضه هياخد اعدام، يعني مفيش حاجه جديده. لا، في حسام القاضي ده انا انقله. انت كذاب، حسام عنده معلومات ان جابر كان بيشتغل في البيلز. كلام هاجر مظبوط يا ممدوح، في حاجات جدت ولازم يتعمل لها حساب. كلام الباشا كده اهو مظبوط 100%. يا باشا اسكت انت خالص، رياض لازم يتعدم وبسرعه علشان يتقفل ملف القضيه، كده الموقف ما بقاش في صالحكم بالمره، مفهوم؟ ما تسخش كتير في الولد المحامي ده اللي باع رياض الاسناوي، يبيعك للي يدفع اكتر. اطمن يا فندم، مصطفى علو ده انا حافظه كويس، وما افتكرش ان في حد ممكن يدفع اكتر مننا. مفتاح القضيه دي في الواد الغفير والبنت مراته، الشاطر فينا اللي يوصل لها الاول. ربنا يوفقكم يا اخويا وتوصلوا لها، بس على الله بقى تكون السكه رايقه ما تكونش زحمه. ايه ومين يا اخويا اللي هياكل الاكل ده؟ ده انا عامله للدكتور حليت محشي، انما ايه هياكل صوابع وراه؟ احنا عندنا نسوان هنا متسجلين اداب ونشل، بس انت اول واحده هسجلك هبله. ربنا يخليك، هو باين عليا. والولاد هنلاقيها ازاي؟ اللي دور ما يتوهش يا عبد العزيز. انت مرات المرحوم جابر؟ ايوه. انت صبحه؟ انا ام ابراهيم. وقبل ما يجي ابراهيم بالسلامه كان اسمك ايه؟ كان اسمي زينب. عاشت الاسامي. امال صبحه دي تطلع مين؟ لما ابراهيم ابني خد اخواته وراحوا يجيبوا جثه ابوه من المشرحه، لقوا شابه هناك حلوه وصبغه شعرها اصفر، قال ايه؟ اتجوزها. اتجوزها امتى؟ وليه؟ الله اعلم. الله، الافيون والكيف هدوا محيله، اخر عيل خلفناه قبل ما يموت بعشرين سنه. يعني ابيض. نقي نقي. انت شغال ايه يا ويل؟ من تنظيم الاسره يا خاله، بس اسوي. Thank you.
برشام كان بيجي جاهز؟ مش كله. وعرفت ازاي؟ كان في ورديه ليل في المصنع بتشتغل مره واحده في الشهر وفي ظروف غريبه. غريبه ازاي؟ الامن كان بيبقى اكتر والعمال بتتفتش وهي خارجه بعد الورديه. الدكتور ممدوح على فكره كان بيبقى موجود بنفسه برغم ان محدش بيشوفه، بس عربيته موجوده بره. بعد كده العمال كانوا بيجوا العياده لان اعراض البرشام بدات تظهر عليهم. بيبرشموا في الورديه؟ لا، العامل واقف قصاد المكنه اللي بتكبس البودره وتتحول لقرص، كان في جزء بيجي على الشفايف وجوه المناخير، وده تاثيره بيبقى اكتر من اللي بيتعاطى لان النسبه بتبقى اكتر. الكيس اللي خدته كان فيه كام برشامه؟ حوالي 2500. يا دين النبي، واللي خدته ما سلمتوش للبوليس؟ هي مين؟ الدكتوره هاجر. فوق بقى، دي ملمومه على عيل بتشتغل عليه وانا ظابطهم بنفسي، والخبص كان على كيف. امي لو كويسه زي ما انت ما بتقول ما جاتش تزورني ليه؟ امك كويسه بس مش وشي بهدله. انت لازم تطلب هاجر تشهد في المحكمه. لا انت حر. حسام بيه، هتسيبهم يعدموني؟ يلا. هاي بس حاسب يا حسام، انت كده داخل جحر التعابين برجليك. وانا خش لهم ليه يا باشا؟ هم هيظهروا لوحديهم اول ما سيادتك تزمر. ازمر؟ اديها فورتي اكتر. يعني ايه يا باشا؟ مالكش دعوه بشغلي. من يوم ما المخدرات والسياسه اتجوزوا الدنيا اتبرجلت. هم متجوزين من زمان يا باشا. عرفي بقى رسمي، في حملات انتخابيه بتمولها المخدرات، في صفقات سلاح بتمولها فلوس المخدرات. يبقى الحساسيه مش من التراب يا باشا. تراب ايه؟ ملعون ابوهم جزم. انت عايز ايه بالظبط؟ اي معلومات. ولو عندي مش هقول لك. عايز معلومات لايه؟ ارحم واحد هيتعلق اونطه. ازاي؟ احاول اوسع حبل المشنقه حول رقبته. بس اوعى حبل المشنقه يوسع قوي وياخد رقبتك انت كمان معاه. اكتب له مضاد حيوي كل ست ساعات وشويه فيتامينات منه. لا انا هكتبه، روح انت. معلش يا زيزو تاخرت عليك، بس ستة مننا وعلينا يا راجل. عندك ايه تاني غير الكبسولات؟ التمثيليه دي اسمها ايه؟ تمثيليه ايه يا عبد العزيز؟ في ايه؟ دي الصفحه اللي شدت في القضيه. خلاص يا عبد العزيز، صفحه. ايه ده؟ انا اعرف انه شيوعي، جايز بعد اللي حصل له يكون قلب بقى بتاع نسوان. فسيولوجيا هيحصل تضارب في السلوكيات بين المجتمع الريفي والمجتمع الحضري، انت فاهمني؟ يا ابويا انا ما فاهمش منك حاجه خالص. ايه كلامي مش واضح؟ ايه اللي جابك يا عبد العزيز؟ مرات الغفير طلعت في المسلسل. انت شارب حاجه؟ حاجه ايه؟ هي انا شفتها بعينيا دول في المحكمه لما شهدت. يعني كلش الغفير اتجوز ميرفت امين من ورانا؟ على كل لما هترفض هقعد اقرا عندك كتب. يلا بينا تعالى. يا ابوي كمان عليك شويه فلوس، روح لحالك روح. الله يكون في عونك يا حسام. يا راجل
حسام دفعتي وحبيبي وجرح قوي على ايديه. وانتوا مأذنة في ايه؟ سيادتك فاكر الحادثة بتاعتك؟ في شغل. انت بتحكي له حكاية يا عبد العزيز؟ شغل. شغل؟ سيادتك مخرج كبير وفاهم. اصل المطافي عامل احتفال بمناسبة مرور 10 سنين من غير ما الاوبرا تتحرق. الاستاذ فيصل المساعد هيجيب لكم عنوانها فورا. العنوان هو يا فندم. وهاجر يقول لك دي بنت مقشفه وغلبانه. ده شغل على ميه بيضه. طبعا لازم ياجروا واحده كومبارس تعمل لهم الشغل 100% عشان الاونطه تطلع متسبكه. ايه؟ في مثقف يقول اونطه ومتسبكه يا عبدو. عمري ما فكرت وانا بصاحب رياض الاسناوي انه مسيحي. مسلم ومسيحي دي نبرة جديدة علينا خالص. مصيبة وحلت بينا. زي ما دخلنا حزام الزلازل اخيرا واضح ان احنا هندخل حزام المسخرة وقلة الادب. حزام الزلازل ما كانش لينا فيه حرية الاختيار، انما الفتن والتطرف وقلة الحياة دي صدقني ده انتحار بتاريخ شعب. الله الله الله، اهو ده كلام المثقفين الحلو يا عبد العزيز. انا عارف انت طلعت لي منين. قول لي اخبار المحامي ايه؟ الجلسه اتحددت الاسبوع الجاي. المهم مين فينا هيوصل للشهد الاول؟ ادعاكي كويس يا بيت. حاضر يا ابنتي. يا ساتر يا اهلا وسهلا. اهلا يا حبيبي. تعال يا اخويا خدش جوه احسن البنت هتشرب. تعال يا نورعاني. اتفضل يا حبيبي. يا اهلا وسهلا يا 300 مرحبا. اهلا يا عيوني. يا اهلا بيك. قولي يا اخويا اعمل لكش شويه بن يريحوا دماغك. يا سلام، يبقى الف نهار ابيض. اصلي بقالي مده مبطل سجاير. قولي لي ميمي فين؟ كان بدلها عيني يا عيوني، خرجت من الصبح عندها بعد عنك تصوير. بتصور فين؟ بتقول في الاستديو ده اللي في الهرم. احنا كنا عايزينها في التصوير برضو. كلك نظر يا جميل. يا اهلا وسهلا. اهلا يا حبيبي منور. تعيشي. وهي دي نسوان حبيبي، دول عايشين على النباتين. ما حضرتش انت بقى السمن البلدي. لما تعوز ابقى اسال على خالة ام فوزي. هو لسه فيه؟ شايلهم في التلاجة من ايام السمنة البلدي. فوتك بعافية وسلمي لي على فوزي. يعافيك يا حبيبي. يو اقول لها مين ولا على ايه؟ هي بتبقى دريانة. رياض ذاكر رفعت الاسناوي. مين؟ الدكتور. اخدش بالي والنبي يا باشا. اللي عدم المؤاخذه اغتصبك وقتل جوزك. انت عايز ايه بالظبط؟ انا 100 100. انت اوسخ من فراخ الجمعيه. ايدك والنبي يا باشا. انا اللي عندي قلت قصاد المحكمه. هتقولي تاني قصاد المحكمه وقصاده؟ لا هو انت قبضت عليه؟ جوزك جابر كان بيشتغل في البرشام من بطن مين؟ معرفش، انا عندي شغل. انت صايعه. ما يصحش يا باشا. ولا تسوي، في بني ادم هتشرق من تحت راسك. والمعلومات بتقول انك كدابه. طب مش هنا يا باشا، ايدك يا اخويا قطعيشي. صديق قد ايه؟ ساعة زمن. انا عايز اعرف اللي حصل وحصل ازاي. انا خدمتك. انا اسمي حسام القاضي. اسم ايه بقى؟ حسام القاضي. لا انت تقولي حسام بالقاضي. غوري. ايه؟ حاضر وين؟ هنا. حاضر. عندك اتنين شويه تاني وشويه. شوف ده من هنا يا ابني.
عايزك يا استاذ عايزك تطلع تروح من هنا بعد ما خلص. عايزك يا استاذ وخير. لحظة حضرات، الاجتماع مستمر. عن إذنكم ثلاث دقايق. رزعي رزعي خليك قاعدة. أيوه ابعت لي إبراهيم حالا. هو في ايه؟ الو؟ ايوه انا ممدوح. ابعتي لي عربيه اسعاف بسرعه. هبعت لك البنت الشاهده. احجزيها عندك لحد ما اجي. هو في ايه يا اختي؟ هي ما بتتكلمش ليه؟ خواجه هي ما بتفهمش. لا بس سكوتها ده ما يطمنش. ما انا عارفاكم تقتلوا القتيل وتمشوا في جنازته. تعالي استريحي هنا. بقول لك ايه؟ خدي دي هتبقي كويسه قوي. يبقى كده هشتنا حاجاتك الحلوه. حلال ابن حلال. انا كنت بدور على حد يقول لي القبله منين. حضرتك بص القبله كده اهو كده اهو. بارك الله فيك بارك الله فيك.
انت هتقف تتفرج عليها؟ لا بسم الله الرحمن الرحيم. من غير ما تتوضى؟ لا حضرتك، ما انا على وضوئي من الصبح. انت مش مسكت الاكره؟ اه مسكتها. الاكره دي مسكها خواجات، ما ينفعش. يلا يلا روح جدد وضوءك، تعال تعال يلا. بقى دقيقه واحده. لا لا براحتك. كل ده ما كانش ليه لازمه. احنا مش اتفقنا ان المستشفى تفضل بعيده عن كل ده؟ ايه كل ده بيجيبوها؟ ازيك يا صفحة؟ يوه يا خيبك، ما عرفتكش بعد ما نضفت. مش ده الاستاذ اللي كان بيجي يسال على المنايل على عينه في النيابه؟ المتر اقتنع ان رياض مش تمام، رجع لعقله، وباعتباره رجل قانون لازم يقف في صف الحقيقه. دكتور ممدوح خلينا في موضوعنا. ايوه يا اختي، ايه بقى موضوعنا؟ اعملي حسابك ان المره دي هتقابليه، والكلام هيبقى قدامه في المحكمه. من عينيا يا عروسه، هو مش كان خطيبك برضو؟ لا بس باين عليكي كنتش بتحبيه قوي. نعم انت بتخرب بتقول ايه دي؟ انا بحب قوي الستات اللي ما عندهاش مبدا. افتكر نبتدي شغلنا بقى. كل اللي قلتيه مسجل هنا على الكمبيوتر، كل اللي حصل من 5 سنين في البوليس وفي النيابة وقدام المحكمة. هنراجعه مع بعض واحدة واحدة عشان ما تتلخبطيش. كده هتبقى مقاولة جديدة. ماشي. بس اديني ملف الله يسترك. أنا أحب التشطيب اللوكس. تخلصي شغلك مظبوط، الملف وعليه بوسة. طبعا طبعا يا باشا. دي ممثلة عظيمة. بس الفرصة ما جاتلكيش لغاية دلوقتي، عشان انتي كده اهو مالكيش في الهلس والكلام الفارغ. انا عارف شغلك وفنك وبس، بس تقول ايه بقى؟ البلد ماشية في الاونطة. احياتي النبي، انت راجل بتفهم، ما تجيب البوسة دلوقتي. هو في الحقيقة دلوقتي مش مستعد. انا جاية معاكوا بكرة المحكمة. يا اختي محكمة ايه؟ ما تمدحي نبيك بقى يا خالتي. عبد العزيز يا ولدي، انا كيف امك؟ خدني معاك يا ولدي. هتيجي تعملي ايه بس؟ كيف اعمل ايه؟ ده ولدي رياض. هني اقول للقاضي يا حضرة القاضي، هني ربيته راجل، اتيتم صغير وشقيت لحد ما بقى راجل، يغيث العيان ويساعد المحتاج. ده ولدي جدع يا سيادة القاضي، ده عمري عمري وشقاية. انا ما عنديش دفتر فوسطة، لكن ما خفتش من الزمن لان عند رياض. ايه بدكم تقتلوه من شان ما عجبوش الحال البطال؟ ده حرام يا سيادة القاضي، ده ما يرضيش ربنا. ما يرضيش ربنا. المسدس اللي اطلقت منه الرصاص على جابر؟ ايوه. المسدس مش مرخص. دي نضارتك، كنت لابسها يوم الحادث؟ ايوه. وقعت منك فين؟ وانا خارج اجري. ساعة ما ضربت المجني عليه كنت لابسها؟ ايوه. دي مفاتيحك؟ ايوه. عربيتك البوليس لقاها بعد الحادث بره، لان المفاتيح وقعت مني وما رضيتش ارجع. ايه اللي وداك لمصر؟ كنت بدافع عن نفسي وعن ابني وابنك يا سيادة القاضي. لو ما لحقتوش مش هتعرفوا مصر، شكلها هيتغير. ما بنكرش اني قتلته. محدش قالوا ان المشتاق بتموت؟ فكر في ايه؟
يلا هيستجوبوا الشهادة. قولي والله العظيم أقول الحق. والله العظيم أقول الحق. ممكن تقول لنا اللي حصل يا ست صبحة؟ اسم الله على مقامك ومقام السامعين. دي كانت ليلة سودة. أكاد بتجيني مغصة الحبل. تعرف الراجل اللي في القفص ده؟ منك لله يا معيد. ضيع لك في جوه قلبي. منك لله. انت كنت حامل؟ تقرير الطبيب الشرعي اثبت انها كانت حامل وحملها اسقط بعد الاعتداء عليها. لما تعبت المرحوم طلب، ما هو كان حكيم الشرك، كتب للمرحوم على دواء وشيعه يجيبه. الشرطه لقت الدواء ده في جيب المجني عليه، وهو عقار ملوش اي قيمه وكمان شاحح في السوق. المتهم كان بيقصد ان يبعد المجني عليه عن مكان الحادث اطول وقت ممكن. اتفضلي كملي. اول ما الراجل خرج بهدلني يا سعاده البيت، جثتي كلها نملت، بقيت ازقه وهو يعبط فيا. بعيد يا اخويا كلب والسعر. منك لله، منك لله يا حرام. كدابه عميله، اداه ماجوره ماجوره. لو اتكرر ده تاني هخرجك بره، هنزلك الحجز. ونفس الكلام ده موجه لجميع الساده الحاضرين. ترفع الجلسه لحين عوده الشاهده لحالتها الطبيعيه. كل ده بكام يا بنت المهشتكه؟ يا لهوي بس هتروحي مني فين؟ بكام؟ روحي مني فين؟ اتجننتي؟ هو المحكمه فيها تقول ايه يعني؟ ازاي احنا لسه استجوبناها؟ المخدرات التخليقية ليها أثر أكبر بكتير من المخدرات التقليدية على الصحة النفسية للمدمن. والبحث ده في أحدث طرق العلاج اللي أنا تبعتها عندي في المستشفى، واللي حققت نجاح بنسبة 80% تقريبا وبتكلفة معقولة. والنهاردة بتشرف بإيداع البحث أمامكم. ده كلام عنب. إيه اهدوا اسمح لي. اللي اتقال ده كلام عنب على عنب. في ايه يا استاذ؟ عايز تتكلم اتفضل هنا اتكلم. عالم المؤاخذه، انا لا اعرف تخليقيه ولا دياوله، انا اعرف غباره، زيته كتير، انت عمري، انت الحب، لولاكي، وكله حنه. وايه الاسد كده؟ دي فوضى دي والله. ما تاخذنيش. الست الدكتوره المحترمه بتقول ان الكيف يتعالج. طب ليه ما عالجتش خطيبها؟ هي قالت بلسانها انه كان بيتعاطى، والنهارده بيتحاكم، ويمكن يعدموه. بقى ده اسمه كلام يا ابو الحاج؟ اطلبوا لي الوزير. رزق رزق، انت فاكر اني بخاف من الفضايح؟ خد بالك اللي عملته النهارده ده هتدفع ثمنه غالي قوي. اتكلمي على قدك يا شاطره. سيب ايدي. اداكي كيس البرشام ولا لا؟ منطقي، في واحد هتشيني من تحت راسك، ولو حصل مش هرحمك. ده تهديد ده مبدئي. لا غزل، والمصيبة انه لسه بيحبك. حساب القهوة عندي، بس الحساب التاني عندك انت. رياض زكي رفعت الاسناوي. فندم، في يوم الاربعاء الموافق 30/12 اطلقت الرصاص من سلاح ناري غير مرخص على المجني عليه جابر محمود سعد، فارديته قتيلا. كنت بدافع عن نفسي. واغتصبت زوجة المجني عليه واسقط حملها. ما حصلش. وقمت بالاستيلاء على مواد مخدرة، مما تسبب معه توقف المصنع اسبوع عن الانتاج. لو سمحت يا سيادة القاضي، انا عايز انور المحكمة. ده مين ده؟ انا حسام. رياض سلم البرشام للبنت اللي كان هيتجوزها عشان تسلمه للبوليس، وبدل ما تسلمه للبوليس سلمت صاحبنا لحبل المشنقة، عملت صفقة مع عزرائيل. ما حصلش. والمره اللي شهدت ضده هنا شهدت عليه زور، ومره لا مؤاخذه. مره ايه ده؟ ده مين ده؟ انا حسام. والكلام اللي قالته قصادكم هنا محفظينه لها بالكمبيوتر. مين ده؟ حسام. وشركه الادويه دي كسكسي على حمصي. مره وكسكسي على حمصي. دخلوا القفص. قلت دخلوا القفص. سعاده الرئيس 24 ساعه علشان يبقى مؤدب. سعاده الرئيس
ده العقيد حسام القاضي. ان شاء الله يكون لوى، محدش هو القانون. دخلوا قفص، دخلوا قفص. دكتور رياض، عايز تطلب حد تاني للشهادة؟ الحكم بعد المداولة. أول بنتي ما شافت صورتك قالت لي ده طيب. أنا عارف إنك مظلوم بس مش عارف أعمل إيه. ما تقرأ حاجة، أكيد عندكم حاجة بتتقري في الظروف المنيلة اللي إحنا فيها دي. أنا هقرأ الفاتحة وسورة ياسين وكل اللي أعرفها. أنا خايف. أنت خايف؟ حكمت المحكمة حضورياً وبعد مطالعة الأوراق والمداولة قانوناً وبإجماع كل أعضائها بإحالة أوراق المتهم رياض زكي رفعت الإسناوي إلى فضيلة المفتي. ده قتل، قتل مش إعدام. هم قتلوها وانتوا بتنفذوا شرعي. أنا بطبق القانون، ما بنجمش. واللي أنت قلته ده فيه إهانة تاني للمحكمة وعقوبتها توصل لثلاث سنين، بس أنا هكتفي بـ 24 ساعة. وعلى النيابة متابعة التنفيذ. خسارة، كنت ظابط كويس. الظاهر معمول لي عمل. خلاص يا سيدي، لما تفكوا ابقى تعالى نرجعك شغلك ان شاء الله. ده وعد. اتدلع يا حسام، اتدلع على كيفك. ابشرك يا سيدي، في قرار صدر بنقلك للإدارة بدون عمل لغاية ما ينتهي التحقيق معاك، وشغلك تسلمه لعلي وانس. اظن انت عارفه. بس ده بينام وهو قاعد. احسن من اللي بينام في التخشيبه. اللي تشوفوه. الله اكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده. بس الراجل اللي انا كلمتك عنه ده عدم المؤاخذه مسيحي يعني. وما المؤاخذة في ذلك ولدي؟ فالحق عندي لا فرق بين عباد الله. بارك الله فيك. الراجل ده توضبت له قضية وتجرجر وكلفته وهيتعدم أوانطة. ألا توجد ألفاظ أفضل من ذلك لشرح قضيتك؟ ده أنا ماسك روحي. سأعيد قراءة الأوراق.
أنا عايز فضيلتك تقراها واحدة واحدة على أقل من مهلك. أنا أستشار فقط يا والدي، والله المستعان. يعني يا ريت فضيلتك تاخد في القراية سنة بلاش 6 أشهر دي، وإن شاء الله إن شاء الله هجيب الدليل على براءته. أخطأت يا ولدي، هل تساومني في عملي؟ قم بعملك وأنا سأقوم بعملي، والله المستعان. أنا ما أقصدش إساءة مولانا. يا أستاذ رايح فين؟ عادي عادي بس. رقبة سكينة. أما سكينة آخر حاجة شفتها في حياتك. تعال تعال. إيه؟ إيه يا عبد العزيز؟ أشيل الحتة اللي على كتفك دي. أيوة نزليها كمان، نزلي كمان، ارفعي بقى من تحت كده شوية. لا افتحي. أيوة كده شوية. أيوة لا طب التانية برضه افتحيها شوية. حكومة؟ ازيك يا علي؟ الله يخليك. الناس دي هدومها فين؟ لا الهدوم موجودة يا باشا. الصور دي مطلوبة لإيه بالظبط يا أخ علي؟ لرابطة العلاقات الإنسانية يا عبد العزيز. يلا يلا يا بنت وين؟ يلا بره. أنا جالك في خدمة يا علي. أنت تؤمر يا باشا. استنى يا بنت انت وهي. امشي يا بنت انت وهي. استني لو سمحت. زي ما انت لسه فيك سنة وساخة. انا عايزك في مشوار. انا عينيا يا باشا. عايزك تفرقع لي خزنة. بطلت يا باشا، ده انا دلوقتي بجهز لمعرض النهارده. طب اجيب العدة، اصل مسلفها لواحد حبيبي زيك. اهو كده النهارده. حاضر. الانسات دول بيعملوا ايه في رابطة العلاقات الانسانية؟ في الترجمة الفورية يا عبد العزيز. دي الصاصة؟ الصاصة يعني الخزنة. يلا مفتاح القضية جوه الخزنة دي. خايف ماين عليك.
برغم ان ركبي مش شايلاني، انما احب اقول لك انك بتقوم بعمل انساني كبير يا اخ علي. انت بتخدم مصر. يبقى رشحه لجلسه الدوله التشجيعيه. انما اتعلمت الشغل ده فين يا اخ علي؟ انا اللي علمني واحد خواجه مش هيبهم دلوقتي في ايطاليا، قال لي تعالى يا علي، ما رضيتش. هي دي الروح الوطنيه، بلدك اولى بيك يا اخ علي. جريء عبد العزيز، انت طالع عليك برغي، ما تسكت يا اخي شويه، خليه يشتغل. اشتغل يا عم. رغم انه عمل لا اخلاقي، الا اني لا املك الا ان اسجل اعجابي. رايق انت يا عبد العزيز. الفلوس بالهبل يا باشا. بقول لك ايه، بقول لك ايه، اوعى تلمس حاجه، انا مش جاي عشان اسرق معاك يا ابن الحراميه. العفو يا باشا، انا قلت نعمل مصلحه. كويس، دي ديسكات الكمبيوتر، بس انهي اللي حطهم ممدوح؟ واحنا هننقي يا باشا، خدهم كلهم، واللي ما يلزمكش نبقى نرجعه. ايوه، وحسك عينك تيجي هنا تاني. الخزنه دي لو اتسرقت هجيبك لو كنت في الكونغو كنشاسا. إيه؟ انت بتطلع رحلات افريقيا يا اخ علي؟ اللي هي فين؟ افريقيا عظيمه، رغم سنوات الاستعمار الطويله، فيها الموارد وفيها الثروات وفيها الكلمه. وبقول ايه يا باشا؟ بقول لك ايه في الخزنه؟ كل ده في الخزنه؟ ايه انت يا عبد العزيز؟ النبي انا عايز منك خدمه، اصل ما بقتش زي الاول، عايز حاجه كده. حاجه زي ايه يا اخ علي؟ حاجه تشد العصب. لا لا، انا ما بثقش في الكلام ده خالص، الحكايه محتاجه عزيمه وثقه مع اقتناع. ما انا عندي كل الحاجات دي. اللي عندك ده من الخضايد يا علي. البنت مسجله اداب. انهو بنت؟ صبحه. التربيطه كلها في الورق ده، الشاهده الوحيده متسجله اداب، لو تقدم الدوسيه بتاعها للمحكمة يبقى شهادتها مشكوك فيها. مش جايز المحكمة تقول إن مشيها بطال بس ما افتشهتش زور، أصل دي وجهات نظر. ارحمني يا عبده من وجهات النظر، هو إحنا في الأمم المتحدة؟ إحنا في باكابورت. اركب. تمام يا باشا؟ تمام، يلا يلا اركب العربية من ورا. بتشائم العربية دي يا باشا، جرايه روح أمك، خش بظهرك. حاضر. حرمان جمع ان شاء الله. الجو لسه برد شويه في اسكندريه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سعادتك اصلا من اسكندريه؟ الله اكبر الله اكبر. عموما الشغل في مكتب الاداب صعب يعني. الله 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 الله. يا ترى مفيش اخبار عن ملف؟ ولسه ما جابوهوش ولا ايه؟ لو كان جه ما كنتش اتقطعت اللقطه دي من الصبح لغايه دلوقتي. انت شايفنا بنلعب؟ فين الملف؟
الناس جنبكم. يعني ايه مش موجود؟ ده البنت صبحة دي انا لوحدي عامل لها 5 قضايا. يعني ايه؟ الملف ضاع؟ لا، الملف اتباع. ده كلام كبير تتحاسب عليه يا حسام بيه. انا عامل حسابي قبل ما اجي، بس انت اللي منفوخ زي الديك الرومي قبل ما يتذبح وهو مش دريان. ملكش الاداب بتاع الشهده هو الامل الوحيد اللي عندي في المحاكمه. من غير كده صعب، رياض موقفه صعب. المسجله اداب، المحكمه ما بتطمئنش لشهادتها. وديسكات الكمبيوتر ملهاش اي قيمه. ظهر المساله اكبر مننا. منك انت جايز، لكن مننا لا. انت مغرور يا عبد العزيز. الدنيا عركه، مش كتب ونظريات وكلام. الدنيا ماتش، وماتش وسخ كمان، ومتباع مقدما، وكله تكسير، ونص اللعيبه مبرشمين، وانت فيها قاتل يا مقتول. على فكره مصطفى علوي بقاله مده بيشتغل قضايا اداب، ورغم انه منحط لكنه محامي شاطر. ما شاء الله على العزيز. طيب عن اذنك يا متر. كده ما تسألش يا وحش. ما تدخل يا عبد العزيز، خش برجلك اليمين. يا ساتر اقفل الباب. ما تقعد يا عبد العزيز، خلينا نشوف شغلنا. تخيلني كده. طب ايه انت مسك؟ ايه ده ايه ده مصطفى؟ حقك عليا يا احمد. معلش دخلنا عليك غلط. معلش انا عارفك طول عمرك جدع وصاحب صاحبك، مش كده؟ طلب كام دي يا عبد العزيز؟ لا دي بالشيء الفلاني. كام يعني؟ يعني دي متهيألي أكتر من 20 جنيه. بكام دي يا مصطفى؟ دي من سنتين ب 3000 جنيه. من سنتين ب 3000؟ رخيصة مش كده؟ نقطة. حرام عليك يا أخي. أنت عايز إيه بالظبط؟ ملف الأداب بتاع البنت صبح. أنت اتجننت؟ عي عي إيدي إيدي يا حيوان. أنا ما أحبش حد يشتمني. ده تهجم على بيت محامي، أنا هوديك في داهية. أنت المحاميين يستعروا منك. عبد العزيز أنا بطبيعتي مش ميال لفكرة العنف، إنما في حالتك دي يا مصطفى أنت تستاهل ضرب الجزمة. سوري يا درش. لا مصطفى كويس، زي ما بلغ عن زمايله أيام الجامعة، أيام ما كنتوا بتشتغلوا في السياسة واتقبض عليكم في المظاهرات. دلوقتي بعد ما بقى محامي دعارة وبيسرق ملفات النسوان البطالة، هيقول بكام دي؟ كان بكام دي؟ عبد العزيز بص لي انا، عبد العزيز ده بتاعي، بص لي انا. هتدفع الثمن غالي قوي يا حسام. ايه حكاية الثمن دي؟ كل واحد يقابلني يقول هتدفع الثمن، هتدفع الثمن، ايه يعني؟ هيطلع كام يعني؟ بسم الله الله هو عبد العزيز. نعم. تعالى تعالى في حاجات حلوة، تعالى. ايه؟ يمكن ما تشوفهمش تاني ابدا دول. يخرب بيتك يا مصطفى. اقعد اقعد. معاك ولاعه؟ اه. عشان نشرب لنا سيجارتين كده. خد شويه كولونيا الاول. ايوه. عارف عارف عبد العزيز؟ احلى ولعه. بجد؟ ولعه الكولونيا. والله الورقه ام 20 نارها هاديه هاديه، ها؟ لكن ولعه الفكه بتشعوط والاكل ما يستويش. يا سلام، ولع بقى. لا استنى استنى. ولع. ايوه ولع يا ولع. ايه قول؟ ولع يا عبد العزيز. الملف عند الدكتور. عند الدكتوره هاجر. خدته من مين؟ خدته من مين؟ مني مني. منك؟ اه. شاطر، قلت لك انه شاطر. شكرا مصطفى. يلا يا عبد العزيز. يا درش انت فكرت في الجواز قبل كده؟ بعد اللي حصل دلوقتي بلاش، حرام تظلم بنات الناس معاك. كسر لك حاجات ب 6800 جنيه يا عبد العزيز، يا عبد العزيز.
ملف هنا؟ تكلمت؟ ملف الأدب بتاع البنت الشاهدة يا هاجر. هاجر في عينك، انت فاكرني مصطفى حلو ولا ايه؟ لولا ان احنا في بيت من بيوت ربنا كنت قلت لك انت ايه بالظبط. في ست هتموت بحسرتها على ابنها اللي هيتعدم، بقى لها اسبوع في غيبوبه بعد ما بطل اصبعها، كل ده من تحت راسك انت. انا عايزك تحكم بيننا يا مولانا. ايه خايفه؟ الست دي لفت حبل المشنقه حوالين رقبه بريئة. انت مش قاضي عشان تحكم عليا او عليك. يهوذا يهوذا بسلام الست. ما تصدقوش يا بنا. الفلوس اللي حطيتيها في صندوق النذور دي من الفلوس الحرام، ما تفتكريش انها هتدخلك الجنه ولا هتعفيكي من دم رياض الاسناوي لو تعلم. محدش بيموت اصور. عارفه يعني ايه حبل المشنقه؟